فندم منورنا يا استاذ خالد. الله يخليك استاذ خالد. انا كنت بتكلم مع قبل مداخله حضرتك مع الاستاذ ناجي الشهابي، وسؤالي دلوقتي لحضرتك، واحنا عندنا يعني نقول رؤيه بنتمنى ان تكون الاحزاب المصريه السياسيه لديها درايه كامله بالسياسه. عايز اسال حضرتك عن عوامل اختيار القيادات اللي ممكن تكون موجوده في الحزب بتاع حضرتك، حزب الامه، في الفتره القادمه، وايه الرؤيه اللي انتم شايفينها في هذا الاطار لخلق مناخ سياسي في مصر؟ انا شايف طبعا ان العمل السياسي العام في مصر في يعني في ظل وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوع من الحراك والاراده السياسيه بدات تتبلور محاورها على العمل السياسي العام، حتى اصبح هناك التشابك، يعني زي التشابك الاجتماعي بين يعني الجمعيات الاهليه، في تشابك بين الاحزاب السياسيه بتشكيل كيانات وتحالفات سياسيه تنظيميه اصفر عنها في الفتره الاخيره وجود مثل تنسيقيه الشباب وفي طريق اتحاد شباب الاحزاب، وايضا هيكل تنظيم التحالف السياسي المصري بيتشكل من 43 حزب. يعني في دور لينا كاحزاب على المستوى الداخلي وعلى المستوى التشابك مع الاحزاب الاخرى. طيب شايف حضرتك عوامل الاختيار اللي المفترض انا النهارده استمارة العضويه للشخص المنضم ليه حديثا في هذا الحزب، بطلب منه ايه وايه اهم الملامح اللي بطلبها في شخصيته؟ والله انا لسه ما زلت كنت في احدى الجامعات العريقه، جامعه عين شمس، وكان لنا زميل صحفي بيتكلم عن دور النخبه السياسيه في ظل الاوضاع السياسيه الحاليه، خاصه بعد 25 يناير. الدافع اللي بيخلي الشخص ان هو يقبل على الاحزاب وان يعني يكون له استماره عضويه وكرنيه عضويه ويمارس حقوقه السياسيه ويباشرها؟ كان ليه ملامح كثيره جدا، ان بيكون ده عن طريق وجود برامج واضحه للاحزاب قدامه بيتابعها اعلاميا على الاقل. تمام. ومن خلال ان يشوف المنهج السياسي او التيار السياسي اللي هو بينتمي اليه سواء يمين او يسار او وسط. تمام. بشكر حضرتك الاستاذ خالد العطفي رئيس حزب الامه. شكرا.